السلام عليكم، مكملين مع لغة الرنج. دلوقتي انا عايز اطبع، اعرف النهارده كام. اقول له ديت واشغل، يقول لي النهارده 17/12/2017، وبرضه لو شغلتها في دوس هيجيب لك نفس التاريخ. تمام. طيب دلوقتي انا عايز احط كوميدي في متغير، هقول له مثلا اكس بتساوي ديت. تمام. طيب ونقول له مثلا لو قلت له اطبع الاكس هيروح طبع لك التاريخ برضو. تمام اهو. طيب ده مش انا اللي انا عايزه. خلينا نقول له مثلا اطبع لي التايم، نعرف الساعة كام دلوقتي. اهو شغل، اطبع لك الديت والتايم. طيب خلينا نقول له مثلا ان انا عندي متغير اسمه واي، هشغل دالة اسمها at days، at days اللي هي ديت. تمام. اقول له خد ال x وحط عليه 5 ايام. تمام. يبقى كده ال y هتساوي ال x زائد 5، 5 ايام من النهاردة. تمام. طيب هقول له بقى اطبع لي ال y وشغل، هيطلع ده 17 وده 22. طب فرض ان انا عندي تاريخين وعايز اعرف بينهم كام يوم، هقول له ديف دايز بين الاكس والواي، هيقول لي بينهم ماينس 5. طيب ايه اللي ممكن يتعرف في التايم؟ تعال نشوف كده. تايم ليست، كل الحاجات دي تقدر تتعرض. يقدر يعرض مثلا السن او سان دي، ديسمبر مختصره او ديسمبر كامله، او سان دي كذا او كذا او كذا. كل الحاجات دي يقدر، التفاصيل كلها يقدر يعرضها. ممكن تختار منهم بقى، تقول له ايه، لا اطبع لي التايم ليست. ليست انا عايز مثلا رقم 5 مثلا. هيروح عارض لي في الاخر ديت. تمام. طب انا عايز، خلينا مثلا اساس ديت هعتبرها كومنت، علامتين، اقول له اطبع لي رقم 5 طبع لي ديت. طب لو قلت له اطبع لي مثلا 4، بدل ما كان بيطبعهم كلهم بيطبع اللي انا اختاره، اختار انا اني واحد فيهم اللي هتتبع. طيب لو قلنا نيجي نعمل عمليات حسابية نشوفه بيعمل عمليات حسابية ولا لا، هقول له مثلا 500 على الـ4، 125. طب لو انا عايز باقي القسمة هقول له 500 لعلامة القسمة 4 مثلا. تمام. خلي 501 عشان يبقى في باقي قسمة. تمام. نعمل عملية حسابية. تمام. وده الدس اهوت.